ما شاء الله، مشغول 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 مشغول، وقاعد يسولف معي قسم بالله اني انا وياه اقول مو انا قلت له سعد الفطور، قال مشغول، هو فعلا معزوم. اي والله، بس هو معزوم عند اهل كايلي عازمين اليوم. القطوه الله يكرمك مريضه تعبانه السعنونه، فلازم اشوف اذا اقدر احجز لها موعد اليوم، يمكن الاماكن مقفله كريسمس، بس انه فيها سهال الله يكرمك. يعني بغيت اجيبها يلعب معاها هيركليز وتلعب معه، اجل بتعدي. لا تسهل والله يا معاذ، اني ما حبيت يوم وديتها هذاك اليوم للطبيب البيطري. لا لا، العدوى انتقلت. كان من شروط هو العقد حق الرجال يقول لازم تودي بسه. اي بس انت من يوم وديتها، من يوم وديتها مرضت. اي فخليني ادق على البيطري، لاني انا سويت سبسكرايب، يعني اشتركت. ايه لا شو اسمه، اشتركت الطبيب البيطري هذا يعني العياده، وادفع $80 كل شهر، والفيزيتس كل شيء عليهم، يعني من ناحيه ادويه وعلاجات هم يتكفلون بالشيء هذا. ايوه $80 كل شهر كويس، فخليني اخذها اذا قيمتي بس. بالله سوي الهيركليز نفس الشيء، تدفعين $80 ايوه لمده مثلا 6 شهور او سنه. ايوه واي شيء القطو يصير فيه يعني تودينه. أيوة. ما شاء الله هو متعافي، ما يحتاج. بالله سوله، ما يحتاج ما شاء الله متعافي، سوله احتياط. ما ندري تتذكر ذاك اليوم 7000 قبل سنتين، قبل سنتين صح؟ قبل سنة ودينا هيركليز كذا، يعني شكينا انه تعبان. $7000 $7000 احد يصدق؟ يعني هو قيمته، هو شريناه كبرى 2005، وهي ما راح احبها اكثر منه اذا بعدين، يعني مستقبلا احبهم نفس الشيء، بس ما راح، يعني ما في واحد قاعد الثاني، بس الحين حاليا احبه هو اكثر. الحب هو نظيف، اي فعلا مؤدب. هي يعني شوفها ريحتها، تدري ريحتها حرام، لا لا لانها فعلا انها مرضت. تدري ريحه القطط الصغار حلوه ريحتهم، زي سبحان الله اطفال، يعني زي النونين. إيه يعني البشر اذا هم اطفال كذا، نونو يجيك له ريحه مميزه، مميزه كذا معينه، هي نفس الشيء بس حق القطط. بغيت ابص ظفري، انتبهي هو ما شاء الله ظفري هذا ريحته عطر ترى، والله تعالي شمي ريحه عطر، انقص من النص. ايوه ريحته تجنن، هو نظيف. وهذا ظفري الحين هذا يلا انقص من هي، شو من النص من عند اللي احبك يا معذريني، لازم امشي. ايوه يا عمري خلاص، انت البس وتضبط وكذا ان شاء الله تجي الفطور جاهز. يلا مع السلامة. مع السلامة. اقول لكم هذا اسوأ شيء، اسوأ شيء ان الظفر ينقص من نص، يعني شايفين يدخل على يدخل على الجلد هنا، هذا صاير نفس الشيء، بيصير زي ذا. فانا ايش بسوي؟ والله اني اكره اروح النيل صالون لانهم يطولون، يقعدون تقريبا ساعة واحيانا اكثر، فبروح انا اسوي كريلك، خليهم يقصون اظافري.